الالعاب الماضي 3 اهداف وكان سجل في الانتر الاوروبيا. يرجع لحكم اللقاء اللي كان طبعا عنده رؤيه وعنده يعني تواجد كبير في هذا اللقاء الصعب النهارده ما بين الفريقين. ادي مبدا كوره بيكي جول، بيكي جول، التوقيف هي اللي فرق. ادي مبدا الكوره، الكوره اللي طبعا فيها اخطاء دفاعيه كبيره جدا من جانب لاعبي دفاع نادي اتلتيكو مدريد النهارده. دييجو جود نقطه ضعف كبيره قوي لاورجواي القادم من فياريال. شوف بيكي امامنا بفضل قوه البنيان وطول القامه 193 سنتي استلم بصدره كره حلوه قوي بيكي، واللي كان سجل في العام الماضي 3 اهداف وكان سجل في الانتر اوروبيا. صحيح هدف لم ينفع ولم يشفع لان الانتر كان فاز 3-1 في لقاء الذهاب، ولكن هدفه كان في اللحظات الاخيره. هنا بيسجل، شوف حضراتكم الاستلام، استلام، ادي امامنا مدافع مع مدافع، لكن مدافع عنده مهاره، مهاره المهاجم، ومدافع ما عندوش مهاره المدافع.